ملينا من السؤالات في الفترة في الفترات الأخيرة. الأسئلة عن ماذا؟ الأسئلات على المستوى اللي ظهر به منتخبنا في المباراة الثانية. نعم، نتمنى بطبيعة الحال أن يظهر بمستوى أفضل كابتن نبيل بإيجاز الأولويات من وجهة نظرك بالنسبة لمنتخب تونس في الشوط الأول. والأولويات معناها لاعب بلوك نقعد كنا بين اللاعبين، روح عالية لازمها تكون موجودة في مباراة اليوم، ونقرأ ألف حساب ألف حساب المنتخب الجابوني لأنه يعني من أحسن المنتخبات اللي شاهدناها من بداية الدورة إلى حد الآن، عنده لاعبين على مستوى عالي جدا، لكن أيضا المنتخب التونسي أظهر من خلال المباريات ولو المستوى ما كانش ممتاز جدا، لكن أهم شيء هو الترشح وأظهر المنتخب التونسي أنا من الفرق اللي لازم تقرأ ألف حساب في الدورة هذه. نعم، واضح أيضا من خلال ولان الساحي الساحي وقاطر على كرة ترجع للمنتخب الجابوني حداري وحداري، هذه تخوف هذه تخوف هذه تخوف، والحارس والهدف الاول مش معقول مش معقول نقبل هدف بهذه الطريقه، لا مش معقول مش معقول. اوباميونغ اوباميونغ يسجل هدف اول، غلطه في اللاكس في المحور الدفاعي وغلطه لا تغتفر من رامي جريدي، غلطه كبيره من رامي جريدي، 1-0 هديه لمنتخب الجابون اللي سجل هدف الاول. الان صعيب برشا باش تربح الجابون، لكن على الاقل نجم نتعادلوا، فرحه كبيره للمنتخب الجابوني اللي يتقدم 1-0 عن طريق اوباميونغ. خساره مش بهذا الهدف، الفريق يلعب هنا نضربوا بهجمه معاكسه، لاكس مش موجود ماهوش كومباكت، والكره في هدف غريبه وغريبه جدا غريبه جدا من رامي الجريدي، هدف لصفر ياثر معنويا على الفريق، خاصه ياثر معنويا برشا على الاولاد، هدف بهذه الطريقة وفرحة اوفونو دي دي اوبانك